الصحيفة الفرنسية لوفيغارو تنقل قصة انسحاب الفرقة البحرية الفرنسية بريم ألزاس من المياه الساخنة للبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بسبب ما وصفته بالتهديد العالي والعنف غير المقيد، إذ إن العمليات اليمنية المساندة لفلسطين في البحرين الأحمر والعربي تجاوزت توقعات القوات الفرنسية. وفقا للتقرير، أكد قائد الفرقة أن مستوى التهديد والعنف في المنطقة كان مفاجئا للبحرية الفرنسية، حيث أشار إلى استخدام اليمنيين للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بدقة متناهية. وقال إن اليمنيين لا يترددون في استخدام الطائرات والصواريخ البالستية على نحو مفاجئ ولافت للغاية، وأنهم يتقنون أسلوبهم ويصبحون أكثر دقة كلما أطلقوا النار أكثر، لافتا أن الفرقة الفرنسية استنفذت جميع المعدات القتالية، مضيفا أن البحرية الفرنسية لم تواجه تهديدا كهذا من قبل. التهديدات الأكثر خطورة الموجودة في المنطقة هي التهديدات الصاروخية والسفن المضادة للسفن والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الانسحاب الأخير للفرقاطة الفرنسية وقبلها الفرقاطة الدنماركية وما سبقها من سحب لسفينة HMS ديموند البريطانية بعد أن تعرضت للاستهداف مثلت شواهد جديدة على فشل تحالف حماية السفن الإسرائيلية، وأظهرت حرفية عالية وقدرات واسعة تتمتع بها القوات اليمنية في مواجهة أكبر جيوش العالم بما تمتلكه من قطع بحرية تشمل سفن حربية وغواصات وحاملة طائرات وغيرها. فالعجز العسكري هو العنوان الأبرز لكبريات الصحف والقنوات الدولية في توصيف المعركة البحرية التي تخوضها اليمن مع السفن الإسرائيلية والأمريكية والغربية، عجز أطاح بقادة عسكريين في بعض الدول الأوروبية وفتحت نقاشا داخلها حول الحاجة لإعادة النظر في أسلحتها البحرية. Regardless of any right to the ship or any other ship moving through the occupied Palestinian port or ship carrying Israeli cargo, they are not allowed to proceed via North Sea. Otherwise, they will be held.